السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، وطبتم وطابت أيامكم ولياليكم، ونسأل الله تعالى الذي يسر لنا هذا اللقاء الكريم بكم، نسأله بمنه وكرمه أن يجمعنا يوم القيامة في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. اللهم اجعلنا من المتقين الأبرار، وأسكننا معهم يا ربنا في دار القرار. اللهم وفقنا بحسن الإقبال عليك والإصغاء إليك، ووفقنا يا ربنا للتعاون في مرضاتك والمبادرة إلى خدمتك وحسن الآداب في معاملتك والتسليم لأمرك والرضا بقضائك والصبر على بلائك والشكر لنعمائك. واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين. يقول أحد العارفين بالله: لست آمركم بترك الدنيا، آمركم بترك الذنوب. ترك الدنيا فضيلة، وترك الذنوب فريضة، وأنتم إلى إقامة الفريضة أحوج منكم إلى الفضائل والحسنات. وقف قوم على عالم فقالوا: يا إمام أوصنا. قال: تزودوا على قدر سفركم، فإن خير الزاد ما أبلغ البغية، والأيام صحائف الأعمار، فخلدوها أحسن الأعمال، فإن الفرص تمر مر السحاب، ومن تزوج بالكسل ولد له الخسران. اللهم يا هادي المضلين، ويا راحم المذنبين، ويا مقيل عثرات العاثرين، نسألك أن تلحقنا بعبادك الصالحين الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم يا عالم الخفيات، ويا رفيع الدرجات، ويا غافر الذنب، ويا قابل التوب شديد العقاب ذا الطول، لا إله إلا أنت، إليك المصير. نسألك ربنا أن تذيقنا برد عفوك وحلاوة رحمتك يا أرحم الراحمين. يقول إبراهيم الخواص رحمه الله: دواء القلب في خمسة أشياء: قراءة القرآن بالتدبر، خلاء البطن، قيام الليل، التضرع عند السحر، ومجالسة الصالحين. وعلى قدر إعزاز المرء لأمر الله يلبسه الله من عزه ويقيم له العز في قلوب الناس. يقال: من علامات التوفيق دخول أعمال البر عليك من غير قصد لها، وصرف المعاصي عنك مع السعي إليها، وفتح باب اللجوء والافتقار إلى الله تعالى في كل الأحوال، واتباع السيئة الحسنة وعظم الذنب في قلبك، وإن كان ذلك الذنب من صغائر الذنوب، والإكثار من ذكر الله تعالى وشكره وحمده والاستغفار. اللهم من اعتز بك فلن يذل، ومن اهتدى بك فلن يضل، ومن استكثر بك فلن يقل، ومن استقوى بك فلن يضعف، ومن استغنى بك فلن يفتقر. من استنصر بك يا ربنا فلن يخذل، ومن استعان بك فلن يغلب، ومن توكل عليك فلن يخيب، ومن جعلك ملاذه فلن يضيع، ومن اعتصم بك فقد هدي،
اللهم كن لنا وليا ونصيرا، وكن لنا معينا ومجيرا، إنك كنت بنا بصيرا. ومن علامات الخذلان تعسر الطاعات عليك مع السعي فيها، ودخول المعاصي عليك مع هربك منها، وإغلاق باب الالتجاء إلى الله وترك التضرع له، وترك الدعاء واتباع الحسنة بالسيئات، واحتقارك لذنبك وعدم الاهتمام به، وإهمال التوبة منه والاستغفار ونسيانك لربك. والأسباب الجالبة لمحبة الله تعالى لعبده المؤمن قراءة القرآن بالتدبر، وتفهم معانيه، وتأمل كلامه، والتفطن لمراد الله منه، والإحسان في عبادة الله تعالى، والإحسان إلى عباد الله. الله تعالى يقول: والله يحب المحسنين. تقوى الله، فإن تقوى الله تعالى هذه زادك ورأس مالك يوم القيامة، والله يحب المتقين. طهارة الباطن والظاهر، والله تعالى يحب المطهرين. التقرب إلى الله بالنوافل بعد أداء الفرائض، فإنها توصل إلى محبة الله، كما في الحديث: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. دوام ذكر الله تعالى على كل حال في كل مكان، إلا في المحلات المستقذرة كالخلاء ونحوه، ويكون ذلك باللسان والقلب والعمل. إيثار محبة الله على محبة الهوى، انكسار القلب بين يديه سبحانه، التضرع، التذلل له، وإظهار الافتقار، المسكنة، التلهف إلى مرضاته ورأفته ولطفه، مشاهدة بره وإحسانه ونعمه الظاهرة والباطنة، مجالسة القارئين للقرآن، العاملين به، والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، واتباع النبي صلى الله عليه وسلم. وفي ذلك يقول ربنا عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. الصبر، والله تعالى يحب الصابرين. الخلوة بالله وقت التنزل الإلهي، وقت التجلي الإلهي، وقت السحر قبل الفجر لمناجاته وتلاوة كلامه، والوقوف بالقلب والقالب بين يديه، وختم ذلك بالاستغفار والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين، وبركة في العمر، وصحة في الجسد، وسعة في الرزق، وتوبة قبل الموت، ومغفرة بعد الموت، وعفوا عند الحساب، وأمانا من العذاب، ونصيبا من الجنة، وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة، وبعد الموت جنة. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة، اللهم ارزقنا حسن الخاتمة ونحن ساجدون لك يا أرحم الراحمين. وثبتنا عند سؤال الملكين، واجعل قبورنا روضة من رياض الجنة، ولا تجعله حفرة من حفر النار. اللهم إنا نعوذ بك من فتن الدنيا، اللهم إنا نعوذ بك من فتن الدنيا. اللهم قو إيماننا، ووحد كلمتنا، وانصرنا على أعدائك أعداء الدين، يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم ارحم آباءنا وأبناءنا وأمهاتنا الذين سبقونا بالإيمان. اللهم تجاوز عن سيئاتهم وأدخلهم فسيح جناتك، وألحقنا بهم يا رب العالمين. وبارك اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال رجل لطاووس ابن كيسان: أوصني. قال:
أوصيك أن تحب الله حبا لا يكون شيء أحب إليك منه. أوصيك أن تخاف الله خوفا حتى لا يكون شيء أخوف إليك منه. أوصيك أن ترجو الله رجاء يحول بينك وبين ذلك الخوف، وارض للناس ما ترضى لنفسك. تقول أسماء بنت عميس: إنا كنا عند علي بن أبي طالب بعدما ضربه ابن ملجم في موته الذي مات فيه، إذ شهق ثم أغمي عليه ثم أفاق فقال: مرحبا مرحبا، الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الجنة. فقيل له: ما ترى يا علي بن أبي طالب؟ قال: هذا رسول الله، وهذا أخي جعفر، وهذا عمي حمزة، وأبواب السماء مفتحة، والملائكة ينزلون يسلمون علي ويبشرون، وهذه فاطمة قد طاف بها وصائفها من الحور، وهذه منازلي في الجنة، لمثل هذا فليعمل العاملون، لمثل هذا فليعمل العاملون. اللهم يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض، نسألك أن توفقنا لما فيه صلاحنا، لما فيه صلاح دنيانا وديننا، وأحسن عاقبتنا، وأكرم مثوانا، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. وهذا حكيم بن حزام رحمه الله تعالى كبر حتى ذهب بصره، ثم اشتكى فاشتد وجعه، فقلت: لأحضرنه ولأنظرن ما يتكلم به. فإذا هو يهمهم ويقول: لا إله إلا الله أحبك، لا إله إلا الله أخشاك، لا إله إلا الله أحبك وأخشاك، فما زال بالأمر حتى مات. ولما حضرت أبا هريرة الوفاة بكى، فقالوا له: ما يبكيك يا أبا هريرة، ما يبكيك يا أبا هريرة؟ قال: بعد السفر، أو قال: بعد السفر وقلة الزاد وضعف اليقين وخوف الوقوع من الصراط في النار. ولما حضرت معاذ بن جبل الوفاة قال: أعوذ بالله من ليلة صباحها إلى النار، مرحبا بالموت زائر، حبيب ومغيب جاء على فاقه، اللهم إني كنت أخافك، اللهم إني كنت أخافك وأنا اليوم أرجوك، اللهم إنك تعلم أنني لم أكن أحب الدنيا وطول البقاء فيها لغرس الأشجار، ولكن لطول ظمأ الهواجر وقيام ليل الشتاء ومكابدة الساعات ومزاحمة العلماء بالركب عند حلق الذكر. ثم قبض رحمه الله. ولما حضرت أبا الدرداء الوفاة قال: يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. ولما حضرت أبا الدرداء الوفاة جعل يجود بنفسه ويقول: ألا رجل يعمل لمثل مصرعي هذا؟ ألا رجل يعمل لمثل مصرعي هذا؟ ألا رجل يعمل لمثل يومي هذا؟ ألا رجل يعمل لمثل ساعتي هذه؟ ثم قبض رحمه الله. يفتش الإنسان عن نفسه ويتفقدها من قبل الصلوات، ومن قبل حقوق الله، ومن قبل حقوق العباد. هل أقام الصلاة على الوجه الأكمل؟ هل أدى الزكاة إلى الفقراء مكملة؟ هل أبرأ ذمه أو ذمته من حقوق الآدميين؟ هل أدى الأمانات إلى أهلها؟ اللهم ثبتنا على قولك الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة،
اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم، يمنه ويسره وأمنه وسلامته ونوره وبركته، وأعوذ بك من شره وصده وعسره وخوفه وهلكته. اللهم أدخل علينا هذه الساعات بالمسرات والخيرات بالسلام والوئام، وأبعد عنا كل شر وحزن، وانصرنا وارحمنا وفرح بنا آباءنا وإخواننا وأبناءنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. الأدب مع الله، ألا تنوي في الله إلا الخير، لا تنوي إلا الشيء الذي يرضي الله تعالى. الأدب مع الله أن تتعامل معه بكمال بأداء حسن، أن تصون قلبك أن يلتفت إلى مخلوق غيره، لا أن تريد شيئا لا يرضي الله. طهر إرادتك وطهر قلبك، طهر أداءك للعبادات الشعائرية والتعاملية. نهاك الله تعالى أن تأخذ ما ليس لك، فإنك إن وقعت في الحرام فإن هذا ليس أدبا مع الله. أمرك الله تعالى بهذه المعاملات وبهذه العبادات، من كمال الأدب مع الله ألا يشوب هذه المعاملات والعبادات نقص، قد تؤديها لكن مع النقص، أما أن تؤديها أداء كاملا فهذا هو الأدب مع الله. اللهم إنا نسألك يا رب بعزك وذلنا أن ترحمنا، اللهم إنا نسألك بقوتك وضعفنا بغناك وفقرنا إليك، ناصيتنا بين يديك، نواصينا بيدك، نحن عبيدك وليس لنا سيد سواك، ولا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك. نسألك مسألة المسكين، نبتهل إليك ابتهال الخاضعين، ندعوك دعاء الخائفين، نسألك سؤال من خضعت لك رقبته واشتدت إليك فاقته ورغم لك أنفه وفاضت لك عينه وذل لك قلبه. الأدب مع الله أن تمنع الخوف أن يحملك على اليأس والقنوط من رحمة الله، هذه الهموم، هذه المشاكل، هذه العقبات، هذه الابتلاءات، هذه الأوبئة، هذا البلاء، لا يحملنك أن تيأس من رحمة الله، فأنت لست أديبا مع الله إذن، لأنك تتهم الله أنه لا يفعل، تتهم الله أنه غير قدير على حفظك، والله عز وجل هو المعبود ولا معبود سواه، وهو الرب، هو الرب، لو سلمك إلى أحد من خلقه فليس إذن رب. وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. إذا كانت ورقة يابسة تسقط في جوف الليل فكيف بالأشياء الكبيرة؟ الأدب مع الله أن تمنع الخوف من أن يصل بك إلى اليأس، بالمقابل أن تمنع الرحمة أن تصل بك إلى أن تأمن عذاب الله. الأدب مع الله لا يدع الخوف يفضي به إلى حد يوقعه في القنوط واليأس من رحمة الله، فإن هذا الخوف مذموم، تجد الإنسان متوهم كأنه سوف ينسحق من كثرة المصائب ومن كثرة ضيق الحياة، وينسى بأنه مؤمن غال على الله. لك عند الله حقوق يا عبد الله، لك عند الله حقوق، والله تعالى هو الذي أنشأ لك حقا عليه. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاد: أتدري ما حق الله على العباد وحق العباد على الله؟ قال: وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. الأدب مع الله ألا تحملك السراء إلى أن تبتعد عن الشكر، وألا تحملك الضراء إلى أن تبتعد عن الصبر، حتى السراء
ينبغي ألا تحملك على ترك الشكر، والضراء ينبغي ألا تحملك على ترك الصبر. في الرخاء تكون شكورا، وفي البلاء تكون صبورا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: عجبت لأمر المؤمن، إن أمر المؤمن كله خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر وكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر وكان خيرا له. ويقول أحد الصالحين: من تأدب بأدب الله صار من أهل محبته. نحن إلى قليل من الأدب أحوج منا إلى كثير من العلم. التفقه بالدين والزهد بالدنيا والمعرفة بما لله عليك، هذا هو الأدب. ويقول بعض الفقهاء: القوم استعانوا بالله على الله على مراد الله، وصبروا لله على آداب الله، فكيف بالذي يستعين بالله على معصيته؟ كيف بالذي يجاهر الله بالمعصية؟ يرى بعض الناس أن طريق الأدب أن تعرف رعونات النفس وأن تجتنب تلك الرعونات. أحيانا الإنسان يتجشأ بصوت عال، أحيانا يجلس جلسة فيها كبر، يضع رجلا فوق الأخرى، يجلس ورجلاه متباعدتان، يتثاءب ويفتح فمه أمام الملأ. والله الأدب جميل، الأدب راق. الإنسان كلما ازداد أدبه كلما ازداد قربه من الله ولا شك. ولهذا يقول بعض المعارفين: إن صحت محبتك لله كنت أديبا مع الله. ويقول بعض العلماء: إلزم الأدب ظاهرا وباطنا، فما أساء أحد الأدب في الظاهر إلا عوقب ظاهرا، وما أساء أحد الأدب باطنا إلا عوقب باطنا. الإنسان أحيانا يعاقب، وهذا العقاب بل أشد عقاب هو الحجاب، أن يمنع، أن يحجب عن الله. إذا كان فيما بينه وبين الله ليس على حال حسن، الله تعالى يحجبه. إذا أساء بالظاهر يهينه، إذا أساء بالباطن يحجبه. فكيف؟ فإذا أساء الإنسان الأدب ظاهرا يعاقبه ظاهرا، وإذا أساء الأدب باطنا فإنه يعاقب باطنا. ويمكن أن نوجز الأدب مع الله في هذه الأمور التالية: أولا، من أسس الأدب مع الله التصديق بكل ما أخبر الله من أمور الغيب. يجب التصديق بكل ما أخبر الله من أمور الغيب، ومن ذلك عالم البرزخ وسؤال الملكين في القبر والجنة وما فيها من نعيم، والنار وما فيها من عذاب أليم. الله تعالى قال عن نفسه: ومن أصدق من الله حديثا. حسن الخلق مع الله يتحقق بأن يتلقى الإنسان أحكام الله بالقبول وبالتطبيق العملي، فلا يرد شيئا من أحكام الله. إذا رد شيئا من أحكام الله فهذا سوء خلق مع الله، سواء ردها منكرا حكمها، أو مستكبرا عن العمل بها، أو متهاونا بالعمل بها. الله تعالى يقول: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيرة من أمرهم. كذلك الرضا بقضاء الله تعالى، وهذا من أهم ما يميز ويؤسس للأداب مع الله، أن يتلقى المسلم أقدار الله بالرضا والصبر، وليعلم أن ما قدره عليه إنما هو لحكمة عظيمة. يقول الله تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. ولنبلونكم. من الأدب مع الله التوجه إليه سبحانه وتعالى بالدعاء، فالدعاء هو إظهار غاية التذلل والافتقار إلى الله والاستكانة له. والله تعالى يقول: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين.
من الأدب مع الله ارتداء أفضل الثياب عند إقامة الصلاة، وهذا من الأدب مع الله أن يتجمل المسلم في صلاته للوقوف بين يدي ربه. والله تعالى يقول: خذوا زينتكم عند كل مسجد. وكذلك من الأدب مع الله المداومة على الخشوع في الصلاة، والمداومة على الخشوع في الصلاة هذه غاية الأدب مع الله، فيجب على المصلي أن لا ينشغل بشيء عن الطمأنينة في الصلاة. الله تعالى لما خلق الجنة قال لها: تزيني، فتزينت. ثم قال لها: تكلمي، فقالت: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. من الأدب مع الله كذلك ألا يستقبل الإنسان، خصوصا في العراء، ألا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ببول أو غائط عند قضاء الحاجة، وهذا كذلك من الأدب مع الله. فالكعبة المشرفة هي قبلة المسلمين، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين، وبركة في العمر، وصحة في الجسد، وسعة في الرزق، وتوبة قبل الموت، ومغفرة بعد الموت، وعفوا عند الحساب، وأمانا من العذاب، ونصيبا من الجنة، وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. اللهم ارزقنا يا أرحم الراحمين حسن الخاتمة. اللهم يا ربي اجعل قبورنا روضة من رياض الجنة، ولا تجعلها حفرة من حفر النار. اللهم إنا نعوذ بك من فتن الدنيا، اللهم إنا نعوذ بك من فتن الدنيا. اللهم قوي إيماننا، ووحد كلمتنا، وانصرنا على أعدائك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا وتب علينا وارزقنا يا ذا الجلال والإكرام. مرحبا بكم ومرحبا بتواصلكم، وكالعادة نجيب على الأسئلة التي وردتنا على الواتساب وعلى صفحة برنامج بشائر الصباح على الفيسبوك، وبعد ذلك نفتح خطوطنا الهاتفية لاستقبال اتصالاتكم على أرقامنا التالية: 05-22-88-00-60 أو 61 أو 62 أو 05-22-46-72-50 أو 51 أو 52. أول سؤال نجيب عنه كان على الفيسبوك. أمينة تقول: السلام عليكم أستاذ، بغيت نسول على يوم الجمعة، واش يجوز نصوم فيه القضاء؟ سيدة الكريمة، هو اتفق الفقهاء على أن يوم الجمعة يصام فرضا ويصام كذلك لقضاء الدين، هذا الأمر يعني متفق عليه. وأما بالنسبة للنفل فالهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته، والذي دعا إليه أن من أراد أن يصوم الجمعة فإما أن يصوم معه يوما قبله أو يوما بعده، يعني يصوم الإنسان الخميس والجمعة أو يصوم الجمعة والسبت، لأن في ذلك حديث ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أم المؤمنين صامت يوم الجمعة تطوعا، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أصمت يوما قبله اللي هو الخميس؟ قالت: لا. قال: هل تصومين غدا اللي هو السبت معه؟ قالت: لا. قال: إذن فأفطري أو فأفطري. نعم، فدل هذا على أن السنة أن يصام يوم الجمعة بيوم ويوصل بيوم قبله، يعني أن يصوم الإنسان يوم الخميس ثم يصوم يوم الجمعة، أو يصوم يوم الجمعة ويوم السبت، يصوم الجمعة وكذلك السبت. هذا بالنسبة للجمعة. أما سائر الأيام فلا شك أنه في مذهبنا المالكي يجوز للإنسان أن يصوم كل تلك الأيام إذا كانت لقضاء الدين، يعني الدين الصيام، وهذا متفق عليه، حكى الاتفاق غير واحد والإجماع غير واحد من أهل العلم على أن القضاء يكون في أي يوم، سواء كان الجمعة أو كان السبت منفردا أو كان الأحد أو كان غيره من هذه الأيام. واختلفوا حقيقة في
صيام السبت منفردا، فصيام يوم السبت منفردا هذا جمهور الفقهاء على أنه لا يصام منفردا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه أنه قال لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم. وهذا الحديث ضعفه غير واحد من أهل العلم كالزهري رحمه الله تعالى ومالك رحمه الله تعالى لا يرى صحة هذا الحديث، ولذلك مالك يرى جواز التنفل مطلقا وجواز إفراد يوم السبت بالصيام، وهذا قول مالك وقول بعض الحنابلة كابن تيمية وابن القيم. وإن كان يعني الآن يعني اشتهر في كثير من الفتاوى الفضائية أنه لا ينبغي أن يصام يوم السبت منفردا، لكن نقول بأن الحديث الذي ورد في ذلك فإنه حديث ضعيف والله تعالى أعلم وأحكم. كذلك عندنا سؤال يقول هذا محمد بن أزلال على الواتساب، يقول السلام عليكم ورحمة الله، أريد أن أسألك عن حكم الصلاة على الميت في المقبرة. سيد الكريم، جاء وأورد هدي النبي صلى الله عليه وسلم في كتب الفقهاء وتنقلها يعني أقوال الصحابة رضوان الله عليهم أنه الغالب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له مكان خارج المسجد معد للصلاة على الجنائز، معروف بمصلى الجنائز، وكانت تقريبا ملتصقا بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم من جهة الشرق، يشهد لذلك جملة من الأحاديث الصحيحة يعني الثابتة في ذلك. وعائشة رضي الله عنها قالت والله لقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابني بيضاء في المسجد سهيل وأخيه. فعائشة تقسم بالله إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على هذين الولدين في المسجد، وهذه كذلك تدل على جواز صلاة يعني الجنازة في المسجد. وبالنسبة للمقبرة، نعم هناك بعض الأحاديث يفهم منها أن المقبرة ليست صالحة للصلاة، من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن في بيوتكم لا تجعلوها كالمقابر، فاستفاد بعضهم من مفهوم هذا الحديث أن المقابر ينبغي أن تكون منزهة وخالية عن الصلاة، ولا يجوز أن يصلي الإنسان في المقبرة. ولكن ورد عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه صلى الجنازة في المقبرة رجل، وفي رواية امرأة كانت تقوم المسجد، وفي بعض الروايات هو الرجل كان يقوم المسجد، مات فدفنها الصحابة ليلا، فالنبي صلى الله عليه وسلم تفقد هذا الرجل أو تفقد هذه المرأة فسأل عنها، فقالوا له يا رسول الله إنها ماتت فدفناها ليلا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل آذنتموني؟ كان لكم تخبروني. ومشى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويعني صف حوله وخلفه عفوا الصحابة وكبر عليها، كبر عليها أربعا. فهذا الحديث يدل على جواز صلاة الجنازة في المقبرة والله تعالى أعلم وأحكم. كذلك عندنا سؤال أسماء امتزنيد كتقول واش ممكن أنني نصلي بولدتي الصلاة في الدار باش يتعلموا الصلاة. سيدتي الكريمة، هو بالنسبة لإمامة المرأة هذه تكلم فيها الفقهاء وفيها يعني نزاع وخلاف معروف. حقيقة ليس هناك إجماع على أن المرأة لا تأم المصلين أبدا، ليس هناك إجماع. من الفقهاء من رأى بأن المرأة تأم النساء، من الفقهاء من قال المرأة لا تأم لا الرجال ولا النساء، من الفقهاء من قال المرأة تأم حتى الرجال كابن جرير الطبري رحمه الله تعالى، وعنده يعني حديث أم ورقة المعروف وأحاديث أخرى، حديث عن أمهات المؤمنين. فإذا كان الأمر كما ذكرت يعني المرأة تأم صبيانها من أجل أن يتعلموا ولكي يعني تحثهم على الصلاة، وهؤلاء الصبيان هما صغار يعني مميزون، فهذا الأمر لا بأس به ولا حرج والله تعالى أعلم. لأن حتى الفقهاء قالوا إذا دعت الحاجة لأن تصلي المرأة بالرجال من ذويها من أهل البيت فلا بأس، وهذا قال به بعض الحنابلة كابن تيمية وابن القيم
قالوا لا بأس أن يعني تصلي المرأة بذويها وأهلها من أهل البيت إذا كانت هي قارئة وهم ليسوا بقارئين. نعم، فلذلك هناك يعني توسع عند بعض الفقهاء، وإن كان فقهاء المالكي فقهاءنا المالكي يعني يضيقون الخناق في هذه المسائل، والتزموا يعني كثيرا من الأحاديث التي وردت في هذا الباب، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح من حديث أبي بكر: لن يفلح قوم ولو أمرهم امرأة، لن يفلح قوما ولو أمرهم امرأة. فقال فقهاؤنا المالكية: هذا الحديث يدل على أن المرأة لا تتولى الإمامة الكبرى، والصلاة إمامة صغرى نائبة عن الإمامة الكبرى. فقالوا إذا كانت هي لا تتولى الإمامة الكبرى فمن باب أولى لن تتولى الإمامة الصغرى، ولذلك حكموا بأن المرأة لا تصلي بالناس. نعم، وكما قلت المسألة فيها خلاف، وإذا كان الأمر كما ذكرت سيدتي أسماء بأنك غادي تصلي بوليداتك في البيت من باب أنهم حتى هما يعني تعلموا شوية ويولفوا الصلاة، فهذا الأمر لا حرج فيه والله تعالى أعلم. وتسألين عن حكم إمامة الرجل يلحن في قراءته للقرآن. سيدتي الكريمة، لا خلاف بين المذاهب الأربعة في أن الإمام الذي يتعمد اللحن في صلاته أن صلاته ليست بصحيحة، صلاته ليست بصحيحة، صلاته باطلة. ذلك اللحن الذي يحيل للمعنى، يعني يغير المعنى، يتغير اللفظ ويتغير المعنى. أما ذلك الذي لا يتعمد، الذي لا يتعمد، فإن كان اللحن في المحيل للمعنى، المحرف للمعنى، إذا كان غير متعمد في صلاة في سورة الفاتحة فهذا يعني لا تصح إمامته، وإن كان في غيرها صحت مع الكراهة. واضح؟ الفاتحة الفقهاء يعني اعتنوا بها بزاف، لأنه في حديث: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، فبها تصح الصلاة القراءة. وفقهاؤنا المالكية لا يجيزون لأحد يصلي إلا أن يقرأ في سورة في ركعته الفاتحة، بخلاف بعض المذاهب الأخرى. فهذه الفاتحة إذا كان فيها لحن تعمده، تعمد اللحن أو لم يتعمد اللحن الذي يحيل ويحرف المعنى، قالوا لا تصح الصلاة. وأما غير الفاتحة، غير الفاتحة يعني الصورة التي بعد الفاتحة إذا كان فيها لحن فهذه اختلف فيها الفقهاء، فهناك من يعني يعني هناك من الفقهاء من رأى بأن اللحن في غير الفاتحة في الصورة بعد الفاتحة هو كذلك يعتبر يعني مبطلا للصلاة، وهو مذهب فقهائنا. والشافعي وأحمد رحمه الله تعالى يقولون بأنه لا بأس إذا وقع اللحن في غير صلاة الفاتحة. فلذلك نقول بأنه عموما الإنسان عليه أن يتحرز عن اللحن، اللحن حاول يبعد عليه، إقراب الصور اللي هو قارهم وحفظهم وتقنهم، ما يقراش من أي بلاصة. علاش؟ لأنه لما تقرب أي بلاصة هو ما عارفش، ممكن أنه يلحن ويغير اللفظ، وهذا تنشوفه في بعض الناس حتى شفنا فيديوهات إلى غير ذلك. ولكن نقول بأنه ينبغي على الإنسان أن يصلي ويتعلم الصور التي يقرأ بها في صلاته، يتعلمهم. اقرأ قل هو الله أحد، اقرأ قل أعوذ برب الفلق، اقرأ قل أعوذ برب الناس، اقرأ والعصر، هذه الصور صغيرة جدا. فهذه الصور إذا تعلم الإنسان وقرأها فإن صلاته صحيحة. وأما إذا حاول ما أمكن جاهدا أن يقرأ من بعض الآيات أو الصور التي لا يتقنها، فإذا أتى باللحن فإنه في مذهبنا المالكي صلاته لا تصح، سواء في الفاتحة أو في غيرها، والله تعالى أعلم. وكذلك عندنا سؤال من لالة لطيفة من بني ملال تقول: هل يجوز للمرأة بعد طلاقها أن تخرج من بيت زوجها وأبنائها وتذهب إلى بيت أهلها؟ سيدتي الكريمة لالة لطيفة، أقول لك حينما تطلق المرأة فإنها في عرف الشرع تعتبر وتبقى على ذمة ذلك الرجل الذي طلقها، بمعنى أنه أراه كتسمى الزوجة ديالو، كتسمى مرته، وكتطبع لهذا الأمر أحكام كثيرة جدا، أراها كتسمى باقي مرته. فسنفرق بين الطلاق والفراق،
الطلاق ماشي هو الفراق. الا تطلقتو ما تعنيش انه راه كاين فراق، لا ما كتفرقوا حتى كتدوز العده كلها ديال المراه، بمعنى 3 شهور تقريبا، 3 شهور لثلاثه قروء، 3 شهور على الاقل كدوز، عاد كيولي كيتسمى هذاك فراق، عاد كتولي المراه ما محسوبش على الرجل، الرجل ما محسوبش على المراه. فلذلك المراه حينما يعني يقع الطلاق عليها ان تكون رشيده وان تكون حكيمه وعاقله، تبقى افضل رجلها وما تخرج، والرجل الحكيم العاقل ما خصوش يخرج مرته ابدا، ستبقى في البيت، ينفق عليها، يتقدى لها، يجيب لها داكشي المولف كيجيب الحاجه الزوينه يجيبها لها، هذا واجب عليه، ينفق عليها، وهي كذلك تهلا فيه وتحسن اليه وترتدي احسن الثياب التي تغريه، كل ذلك رجاء ان يصطلحا. فاذا اصطلحا، هذا الشيء اللي بغى الشرع، يعني 3 أشهر كلها وهي معاه في البيت، وغادي نجيو حنا ونقولوا باللي ما يمكنش يعني يرجعوا، لا غادي يرجعوا، لينا 3 شهور والايام يعني الانسان يعني طبعا يعني الناس احيانا يعني تمتلئ يعني غضبا وشحناء وكرها وغلا وحزنا، ولكن ما هي الا ايام ثم تنفرج النفس وتبحث عن يعني عن المتنفس. فالانسان بخلقه الكريم ومعاملته الحسنه ويعني لا شك انه الى كالاصل انه بغى يحافظ على هذاك البيت الزوجيه مهما كان هذا المشكل، فانه سيذوب في هذه لمده 3 أشهر. هذه فلسفه الدين في معالجه مشاكل الزواج، وهو ان الطلاق لم يكن يعني فراقا في 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 ان واحد، الطلاق يعني الفراق ابدا، خصنا نفهموا هذه الامور. راه الطلاق لي يعني الفراق، الطلاق كيعني واحد المده ديال 3 شهور الى ما تقاتلناش غادي نتفرقوا، فكانه ورقه صفراء وليس ورقه حمراء. نعم، فلو اننا حقيقه انا لطيف وانا كنشكرك انك طرحتي هذا الموضوع، لو اننا احنا يعني نطبقوا هذا المبدا وهذه الفلسفه ديال الاسلام في الطلاق، والله ما غاديش يفوتوا شهر شهرين وغادي يعاودوا يرجعوا عند القاضي ويعاودوا يوثقوا هذيك الطلقه ويعاودوا يرجعوا يتزوجوا من جديد، انا على يقين. ولكن الان اللي كيوقع هو ان الرجل تمشي لواحد المكان والمراه كتمشي لواحد المكان، وكيبقى واحد الفراق كبير جدا، هذا الفراق يعني صافي يعني يحكم على هذا الزواج بالنهايه. على كل الامر يعني فيه تفصيل ان شاء الله نعود نتكلم عليه فيما بعد. فاصل مستمعينا الكرام وبعده نواصل. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.